بشكل مؤثر لازم يركز على نفسه وتطوير ذاته عشان يقدر يأثر على كل من حوله بإيجابية. صحيح أنه كل شخص لازم يتكيف مع البيئة اللي هو فيها ويتأقلم مع محيطه، لكن ما هو محدود بالفرص الموجودة فيها، فنقدر نبحث عن الفرص، فرص التطوير والبناء في كل مكان، وهذا اللي أنا سعيت له من خلال البرنامج. أتمنى خلال التطوير وخلال الرحلة البرنامج هذه أنه ألتمس التغيير وأكون مصدر إلهام لكل من يتابع البرنامج من بلدي ومن غيرها. أنتم تراكم قادة ما تحتاجون أي شيء سوى أنكم تؤمنون بقدراتكم وبرسالتكم، وأن كل واحد فيكم إذا كان يعني يعمل في حياته اليومية لابد أن يصنع مجده بنفسه وبذاته، لازم يكون عنده قصة، القصة هذه الملهمة التي تلهمك راح تلهم فيها الآخرين، بقدر الاستطاعة كن واضح الهوية وكن واضح الهدف وأن تمشي على القيم والمبادئ التي أنت تربيت عليها واللي تؤمن فيها، وحاول بقدر الاستطاعة أن تتمسك بهذه القصة وتنشرها إلى الجميع، أنتم ناجحون وأنتم قادة وأتمنى لكم كل التوفيق، عليال السلوم. في بداية البرنامج كنت مترددة وسريعة في إلقاء خطاب أو مناقشة أي موضوع في مع الجمهور مع زملائي في القادة، كون أني متمكنة باللغة الإنجليزية أكثر من العربية، ولكن مع التدريب الإعلامي عرفت نقاط ضعفي، كيفية اعتماد على أساليب وتقنيات ممكن تسهل على أساس أني ألقي بأسلوب يناسب ويوصل المعلومة للجميع. الأسبوع الثالث كان جدا مميز، احتفلنا بالعيد الوطني 43 بحضور قائد الملهم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، وفي هالأسبوع تعلمنا في دورة الإتيكيت والبروتوكول كيف أوظف الطاقة الإيجابية واستخدمها في حياتي العلمية والعملية، وبعد كيف اشتغلنا نحن على الستدي كيز كتيم ليدرز، كل واحد جاي من دولة مختلفة وكل واحد عنده رأي معين، وفي النهاية كيف كنا نحل الستدي كيز برأي واحد. سابق كان عندي تخوف كبير في عند مواجهة وسائل الإعلام، مثلا أي حديث صحفي أو مثلا أمام الكاميرا بشكل عام. الآن وبعد ما خضينا يعني قضية كيفية التواصل مع وسائل الإعلام أصبح عندي قدرة وعندي إمكانية مواجهة الجمهور والتحدث أمام الجمهور. الفريق الجديد واضح أن تم انتقائه يعني معايير بوفق معايير عالية، إمكانياتهم عالية جدا، استيعابهم جميل جدا، وواضح أن في تعطش لموضوع الإتيكيت والبروتوكول. أعتقد وهذا نابع من أن فعل الناس محتكين ومارسوا هذا العمل فيبحث عن الجودة والأفضلية. وسعيد أن دول مجلس التعاون الخليجي يتواجدون كلهم في البرنامج، سعداء جدا. والحلو ان دول مجلس التعاون الخليجي كلهم يعني لغة واحدة، الثقافة واحدة، التراث واحد، فبكل سهولة يقدر يتعلم ان كيف يطبق الاتيكيت الدولي وفق اعلى معايير العالمية بشكل متوافق مع ثقافة دول مجلس التعاون الخليجي. لاحظت تغير كبير في شخصيتي وفي احاسيسي، والغير لاحظه والتغير فيني، وذلك كله من خلال الدروس المختلفة في الاتيكيت، في التعامل مع الإعلام. على سبيل المثال من خلال دروس التعامل مع الإعلام قل انفعالي، راح عن الارتباك، بديت أرتب أفكاري، بديت أوصل الهدف والرسالة بطريقة مباشرة وسهلة للمستقبل. ومن خلال دروس الإتيكيت تغيرت طريقتي في التعامل مع الناس، قمت أحلل معلوماتهم، أحلل عواطفهم،
أسلوبي تغير في الطريق، في المنزل، في المكتب، في العمل، في التعامل مع جميع أصدقائي وجميع من حولي، وهذا كله بفضل برنامج عبد العزيز بن حميد لإعداد القادة. شكراً لكم.